مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقتنا العاشرة تمت بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا العاشر والخاص هنا بانطلاقة وتحديات الثنايا القعدان هنا من هجن أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية التي نتابعها هنا بمسيرة التحدي ومسيرة هذا الاندفاع. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول برزان من ينطلق على الصدارة وعلى المقدمة من هجني سيح السلم بمتابعة السيل بن مبارك بن مرخان لجتبي من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني والمنطلق شاهين من الجانب الآخر من هجني سيح السلم بمتابعة عبد الله بن ثعيل بالهايري من قدم لنا الشاهينية في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع بالشوط الماضي. أما شوطنا ناتي إلى المركز الثالث وانطلاقة وتحديات هنا بهذه الانطلاقة شاهين هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، وكذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي يأتينا على المركز الرابع وخامس المراكز، شاهين هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة والتضمير. شاهين يأتينا على سادس المراكز هنا من هجن الرئاسة بمتابعة حارب بن مغير العميمي من يتابع هنا على المركز. إذا السادس السابع المراكز شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يأتينا على سابع المراكز، والمركز الثامن المركز الثامن والمنطلق هنا هذا الانطلاق والأداء منتحر هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بالعرط الحميري من يقدم بهذه الانطلاقة على سابع المراكز، والمركز الثامن يأتينا راهي في المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهي بن سعيد مكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعة لقتبي من يقدمه على ثامن المراكز، وكذلك التسلل في هذه اللحظات من شاهين هنا من هجن الرئاسة بمتابعة هنا حارب بن مغير العميمي من يتابع بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، وشاهين من انطلق بصدارة انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول هنا من هجن سيح السلم انطلق على الصدارة على المقدمة مع أحد شباب الهباب في التضمير هنا عبد الله بن ثعيل بالهايري من يقدم على الصدارة وعلى المقدمة بهذا الاندفاع الرائع الجميل، بينما المركز الثاني يأتينا برزان على المركز الثاني هنا أيضا من هجن سيح السلام وبمتابعة السهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي في تضميره من ينطلق على المركز الثاني في هذه الانطلاقة وهذا الأداء الجميل، بينما ثالث مراكزنا المركز الثالث يأتينا شاهين على المركز الثالث، هو شاهين على المركز الرابع من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، خامس مراكزنا شاهين هنا المنطلق من هجن الرئاسة بمتابعة حارب بن مغير العميمي، سادس المراكز شاهين، سابع المراكز كذلك شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي بهذا الانطلاق والأداء الجميل، ثامن مراكزنا المنطلق بهذه اللحظات هنا المنتحر سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري هنا الخبير من يتابع المنتحر بهذا الانطلاق، تاسع مراكزنا يأتينا شاهين من هجن الرئاسة بمتابعة حارب بن مغير العميمي، وعلى المركز العاشر يأتي راهي الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد مكتوم مع عبيد بن محمد بن ضبيعة لقتبي، هذه هي النتيجة. هذه نتيجتنا وثاني ندائنا للمراكز
العشرة الأولى في انطلاقة وتحديات هذا الشوط. هنا نقترب من منتصف المسافة ولوحة الأربعة كيلومترات، هنا بست دقائق 13 ثانية غادرناها هنا مع انطلاقة وتحديات شاهين على الصدارة وعلى المركز الأول. هنا من هجني سيح استلم على الصدارة وعلى رأس الحربة بمتابعة عبد الله بن ثعيلي بن هايري، من يتابع على الصدارة على المقدمة والمركز الأول. أينما المركز الثاني؟ المركز الثاني برزان يأتينا على المركز الثاني، هيجني سيح السلام مع سهيل بن مبارك بن مرخان لقتبي في تضميره، من ينطلق على ثاني المراكز. المركز الثالث يأتينا شاهين، المركز الرابع شاهين، المركز الخامس كذلك شاهين. هنا من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي بهذه الانطلاق والأداء الجميل. سادس مراكزنا يأتينا شاهين على المركز السادس، هنا من هجن الرئاسة بمتابعة حارب بن مغير العميمي، من يتابع هنا. سادسا المركز السابع شاهين من هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يأتينا على سابع المراكز. والمركز الثامن شاهين المتسلل على المركز الثامن، هجن الرئاسة مع حارب بن مغير العميمي. المركز التاسع المنتحر لسمو الشيخ حمد راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم، تابعة مسري بسالم بن العرطي الحميري، وهناك الراهيات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعود المكتوم مع بيت بن محمد بالضبيعة، من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، لمراكزنا الأولى المنطلقة في هذه التحديات. هنا لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، لنا عودة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى شاهين المنطلق بصدارة هذا الشوط، المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول هنا بهذا الانفراد الرائع عن بقية المشاركين. شاهين على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، من هجني سيح السلام من يأتي بالصدارة وبالمقدمة بمتابعة أحد شباب الهباب، هنا عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري من يقدم على الصدارة على المقدمة. قدم لنا الشاهينية في الشوط الماضي وأتت بنقطة لهذا الشعار، وهنا يقدم الشاهين بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا مع الالتفاف الأخير لهذا المضمار. المركز الثاني والقادم على المركز الثاني في هذه اللحظات والمتسلل شاهين، المتسلل شاهين من هجن الرئاسة بمتابعة حارب بن مغير العميمي، من ينطلق على المركز الثاني. بينما المركز الثالث يأتي شاهين، رابعا شاهين، خامسا شاهين، سادسا شاهين، هجن العاصفة مع غياث الهلالي هنا بهذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. وسابع المراكز برزان في المركز السابع، من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة هجن سيح السلام بمتابعة هنا أيضا سهيل بن مبارك بن مرخان نكتبي. نعود إلى الصدارة، نكتفي بهذا القدر ونعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. وشاهين، شاهين المنفرد بالصدارة، المنفرد بالمقدمة وبالمركز الأول، وعصاه راقدة وآمنة ما شاء الله، اندفاع تلقائي هنا على رأس حربة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين هنا من هجن سيح السلام بمتابعة عبد الله بن ثعلب الهايري، من يتابع ابو السيلي على الصدارة
على المقدمة وعلى المركز الأول. هذه الانفرادة الرائعة الجميلة هناك بدون أي منافس. هنا غادر الكيلومتر الأخير، غادر الكيلومتر الأخير. القادم هنا شاهين، القادم شاهين من هجن الرئاسة بمتابعة هنا وتضمير هنا، والانطلاق أبو سلطان حارب بن مغير العميمي من يتابعه على المركز الثاني والثالث. شاهين رابعا، شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي، ولكن نعود إلى هجن سيح السلام، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة. تهانينا للمرة الثانية لهجن سيح السلام على هذا الفوز المميز وهذه الانفرادة الرائعة لشاهين وهو على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. قام راس وينهي هذا الشوط راس، ما شاء الله، ثاني نقاط هذا الشعار. تهانينا، تهانينا لهجن سيح السلام، هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا لبوسيل عبد الله بن فعيل بن حمد الهايري، هنا من يقدم لنا شاهين هذا الانطلاق وبهذا الأداء الجميل ما شاء الله، وعصاه راقدة وآمنة بدون أي أوامر، شبه أوامر. شكرا يا بوسيل، تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل لشاهين، ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا، تهانينا أيضا شباب الهباب على هذا الأداء المميز الجميل، عبد الله بن ثعلب الهايري، ولحظة وصوله ما شاء الله شاهين بدون أي منافس على الإطلاق. المركز الثاني، وصل هنا شاهين على المركز الثاني من هجن الرئاسة، من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة على ثاني المراكز، ولحظة وصوله إلى خط النهاية هنا في المركز الثاني. المركز الثالث شاهين، والمركز الرابع شاهين، وخامسا شاهين. هجن العاصفة هنا مع غياث الهلالي، هنا من أتانا أبي المراكز إذا الثالث والرابع والخامس هنا بهذه الانطلاقات وهذه التحديات. نعود مع التوقيت الزمني، نعود مع توقيت هنا أيضا شاهين، ومن أعلن الفوز وأعلن الناموس قاطعا المسافة هنا، ولحظة وصوله إلى خط النهاية. توقيت الزمني مع مخرجنا هنا لهذا النقل الحي المباشر من أرضية هذا الميدان لشاهين، قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 35 ثانية 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن سيح السلام، تهانينا لعبد الله بن ثعيل بالهايري على هذا الفوز المميز الجميل. بينما المركز الثاني، أتانا شاهين على المركز الثاني من هجن الرئاسة بمتابعة حارب بن مغير العميمي هنا، ولحظة وصوله إلى خط النهاية على الفوز وناموس. تهانينا على هذا الأداء، فسجل التوقيت الزمني لمسافة 8 كيلومترات ولحظة وصوله إلى خط النهاية 13 دقيقة هنا أيضا وست ثواني وجزئين من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا لجميع الفائزين.